حول هذا الموضوع ينضم إلينا محمد المعقد مدير مركز رؤية للتطوير. يسعد صباحك ومعنا صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. بس أنا لفظت الكنية مزبوط؟ محمد المعقد. نعم معقد، أهلا وسهلا فيك. نذكر بالتقرير طبعا ماني معقد، يعني مجرد اسم معنا للتفاؤل. ما ذكرت الكنية هيك يعني حرفتها شوي، قلت بعدين بسألك. أستاذ محمد، ذكر التقرير أنه في شرط أو شروط عدة، يعني من ضمنها أنه يكون معدل الطالب عالي، ليش؟ نعم، بهمنا معدل الطالب، يعني باعتبار أنه أهم شيء بطالب الجامعة هو أنه يكون تحصيله الجامعي أو تحصيل المعدل يعني مرتفع، حتى يستطيع أنه يدخل بأماكن مستقبلاً يعني يستفيد منها المجتمع. فأكيد إذا كان معدله أحياناً قليل قد لا يدخله دراسات عليا أو إلى آخره، فنحن بنحاول دائماً أن نستقطب الطلاب اللي معدلاتهم جيدة في الجامعات. طب ماذا عن بعد بيت الطالب عن الجامعة، ألا يؤخذ بالحسبان؟ نعم طبعاً، هلأ يعني الطالب وخاصة طلاب الطب يعني أكثر ما يعانون منه هو البعد ما بين منازلهم والجامعات، لذلك هذا السكن يعني كان واحدة من الحلول التي ساعدت يعني الطالب على، وبالتالي يجب أن يكون أيضاً شرطاً من شروط القبول أن يكون بيته بعيد عن الجامعة. لا، هو ليس شرط من شروط القبول، قد نقبل طالب هو موجود في إدلب، لأنه المعايير يعني من المعايير قلنا المعدل التحصيل العلمي ما يحصله الطالب، أخلاق الطالب وسمته أيضا يعني، ولكن بعد المسافة يعني هو نعم ليس معيار، ولكن يعني يؤخذ بعين الاعتبار، يعني لازم في والله في إشحاف يعني بحق الطلاب يمكن التانين، يعني ممكن يكون معدله مانو كتير عالي ولكن يرغب بالدراسة وعنده إصرار وبيته بعيد. 100%، نحن حابين بس إن نعطي إضاءة على هذا الفكرة. الموضوع تم نحكي تفاصيل نعم. أكثر عن السكن، عدد الغرف، بأي منطقة، ومدى قربه من الجامعات. نعم، هلأ السكن في إدلب المدينة بفضل الله عز وجل، قريب جدا من الكليات، يعني كلية الطب وكلية الآداب وإلى آخره من باقي كليات هندسات وعلوم. يحتوي السكن على 18 غرفة تقريبا، كل غرفة يكون فيها 3 أو 4 طلاب، يعني الطلاب بشكل عام قرابة 70 طالب في السكن موجودين. أيضا في أفرع أخرى للسكن وهي بيوت، يعني نفتتح بيوت، البيت يسع قرابة 14 طالب طبعا من كافة الاختصاصات، يتم فرز الطلاب بالغرف حسب الاختصاصات وحسب السنوات، يعني أنه يكونوا متقاربين. نعم، يكونوا يعني نفس الاختصاص في نفس الغرفة من السنة ومن الاختصاص، نعم، حتى يكون النفع أكبر يعني. طب إذا بدنا نحكي عن أزمة السكن اليوم بالمدينة، يعني لأي درجة قادرة أن تحل يمكن موضوع الطلاب أو يكون عندهم أماكن لا يعدوا فيها؟ والله إنه تحل الأزمة بشكل كامل أكيد ما راح تحلها، ولكن هي جزء من حل مشكلة، يعني إنه يكون في سكن يؤمن للطالب سواء كان مثل ما ذكرتم من شوي بعيد المسافة، يستطيع أن يكون قريب من جامعته، يكسب الوقت ويكسب المال أيضا، لأنه الوضع المادي للطالب شوي تعبان اليوم. أيضا يعني يوجد سكن جامعي، الأساس هو للجامعات كمان يوجد فيه طلاب يعني، ولكن لا يحتوي كافة الطلاب، يعني اليوم بفضل الله عز وجل الجامعات مليئة بالطلاب قرابة 15,000 طالب تقريبا يعني بكل الجامعات اليوم. فهذا الطالب يحتاج إلى سكن يأوي، يحتاج إلى مصروف، يحتاج إلى توفير وقت، توفير مال إلى آخره. لذلك السكن الجامعي كان واحدة من الحلول البسيطة قد نقول، ولكن إن شاء الله وقدر وكانت الإمكانيات تسمح ممكن أن نتوسع في مشروعنا حتى نفتح مراكز أخرى. طيب نحكي عن الشروط داخل السكن، أو خلينا نقول الممنوعات. الشروط داخل السكن، أولاً يعني كما ذكرت أن يكون الطالب ملتزم، يعني بهمنا تكون البيئة ملتزمة نستطيع نحافظ فيها على الطلاب فيما بينهم على المبادئ المتفق عليها طبعاً، يعني أي أمر بخل بالقوانين أو بخل بالأخلاق هذا نحن بنحاربه. ومثال التدخين، يعني التدخين في داخل السكن ممنوع منعاً باتاً، حتى في خارج السكن نحن نوصي الطالب بأن لا يدخن، يعني لأنه هذا أمر سلبي في المجتمع أن يكون الطالب مدخن يعني. فالبيئة محافظة ممنوع فيها التدخين، اللباس يعني لباس جيد فضفاض، الألفاظ الطالب، علاقته مع باقي الطلاب علاقة جيدة، يعني لا نسمع ألفاظ بذيقة أو ما شابه، نحاول دائما أن نبني بيئة صالحة يعني حتى يكون الطلاب على
أكبر قدر من التفاهم والاتفاق على المبادئ والقيم. طب هل الأجور يعني هو أجر زهيد يعني بالنسبة للطالب وبالنسبة لكم موضوع الدعم كيف عم بيكون؟ ما في أي إشكاليات أو صعوبات من هذا المبدأ؟ هذا ما نعاني منه اليوم وهو الدعم لهذا المشروع. يعني المشروع قائم على بعض، أقول بعض يعني الجمعيات الخيرية التي قد تدعمه قليلا يعني، وعلى الأجور المترتبة على الطالب بصراحة. يعني الطالب 15 دولار شهريا يدفع، طبعا المبلغ الذي يدفعه الطالب لا يكاد بالكاد يكفي يعني ثمن كهرباء وماء في المركز، ولكن باقي الأمور مثل الطعام، التدفئة في الشتاء، التبريد في الصيف، يعني هذا يؤمنه بعض الجمعيات الخيرية الحمد لله رب العالمين. ونحن نأمل من الله عز وجل أن يكون مشروعنا أكبر من ذلك يعني، وأن يكون دعمه أكثر لنستطيع أن نستقطب طلاب أكثر، لأن المشروع بصراحة يعني منذ سنتين إلى الآن أثبت جدارته، وبعض الطلاب يعني قال بأنه معدلاته ونجاحه كان سببه ارتفعت هذا المشروع بسبب بسبب أنه في جو دراسة طبعا. ولو كان عدد الطلاب قليل إلا أنهم يعني استفادوا من هذا المركز بفضل الله عز وجل. حلو. هلأ أنا وعم شوف مركز رؤية للتطوير، تطوير ماذا؟ التطوير نحن عندنا أستاذ يعني عدة مسارات نقدمها للطالب. المركز ليس عبارة عن سكن فقط يعني منامة وطعام وانتهى الأمر، إنما يوجد مسارات تطويرية للطالب. من هذه المسارات المسار الشرعي مثال. في هذا المسار الشرعي يعني يأخذ الطالب أهم الأمور الفقهية التي تلزمه في حياته، طبعا المذهب الموجود في بلده يعني، ويوجد أيضا السيرة النبوية، منه السيرة النبوية وأهم الأمور العقدية التي تهم الطالب. ويوجد عندنا مسار آخر هو مسار تاريخي يتعرف فيه الطالب على التاريخ يعني القديم إلى البعثة النبوية إلى تاريخنا اليوم وأسباب الثورات والحروب التي تحصل في العالم الإسلامي وفي الوطن العربي. نعم. والمسار الثالث ألا يوجد تطوير تكنولوجي مثلا، علمي تكنولوجي، أبحاث جديدة تطلعون الطلاب عليها؟ نعم، نحن عندنا المسار التطويري هذا الذي يتضمن يعني الدورات التي تعطى للطالب، كدورة إدارة الوقت، دورات في التخطيط الشخصي، دورات أيضا في فن الإلقاء والحوار. ومستقبلا يعني من هؤلاء الطلاب نستطيع إن شاء الله أن نبني منهم كوادر يستطيعون هم أن يعطوا هذه الدورات التي يستفيدون منها في جامعاتهم، كمثال دورة تمريض أحد الطلاب يلقيها، دورة في اللغة الإنجليزية للطلاب. يعني نحاول أن نبني كادر من هؤلاء الطلاب وبالتالي يطورون مهارات بعضهم. شكرا لك. نعم، محمد أحسن. شكرا لك محمد المعقد مدير مركز رؤية للتطوير، كنت معنا من إدلب. نهارك سعيد.